أهلا بكم وفيديو جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. الممثلة جولتين سنترجي أوغلو والتي تجسد شخصية أذكات في مسلسل الطائر الرفراف حصلت على جائزة أفضل ممثلة هذا العام عن دورها في المسلسل. آخر أخبار مسلسل شخص آخر واللي بيقوم ببطولته النجمة هاندا أرتشال والنجمة بوراك دينيز، فقد تم الإعلان عن انفصال المخرجة نصليهان ابتداء من الحلقة العاشرة، وسوف يشرف على الإخراج مخرجتان وهما أسلان كونهان وجول ساري ألتين. النجمة سيروناي سيركايا بطلة مسلسل العائلة في حوار لها مع الصحفيين في آخر ظهور لها تحدثت عن مسلسلها شهميران واللي هيتم عرض الموسم الثاني منه على منصة نتفليكس في شهر ديسمبر أو يناير. سيريناي أيضا تحدثت عن حياتها الخاصة وقالت لا يوجد أحد في حياتي، حياتي تسير بشكل جميل من العمل إلى المنزل ومن المنزل إلى العمل، وقالت إنها ليس لديها وقت لذلك وحياة العزوبية جميلة جدا. Bir şey yapmıyorum ya. Güzel gidiyor. Nasıl olsun? Vallahi ev, iş, iş, ev dışında hiçbir hayatım yok. Evet. İlk defa haftalar sonra bugün ikinci gün repomdu. Dün ve bugün repomdu. Kendime biraz zaman arayayım dedim. Bekarlığı bana da çok soralım. Kızacaklar. Seninle yanım. Hayatımızı soralım. Vallahi nasıl? Yalnız olmak. Hangi ara olsun? Yalnız geçtiğimiz çok günlerde güzel. De Umut Bey fotoğrafınızı beğendi. Sonra çok geri like'ı aldı. Sizi seviyorum. Görüşürüz sonra. Sağ olun. Görüşmek üzere. انضمام شخصية جديدة إلى مسلسل الياقوت، حيث ستنضم الممثلة آيدين إنجي إلى المسلسل ابتداء من الحلقة 11، حيث ستجسد شخصية شيرمن في المسلسل. الممثل دارين بولوت أولو الذي يجسد شخصية كاظم في مسلسل الطائر الرفراف حصل على جائزة أكثر ممثل محبوب في فرنسا، وقد حضر 10,000 من متابعي المسلسل.